العنف هو يعني الحقيقة الراجل اللي بيعنف سيدة سواء هي مراته أحيانا وهي بيسامح من ناحيتين أحيانا. في بعض الأحيان، بس دي أحيانا قليلة. يعني خلينا احنا بنتكلم على الأعم أو الفكر الأكثر شيوع، يعني الأكيد الأكثر شيوعا هو إن الرجل هو اللي بيعتدي على المرأة مش العكس. ده احنا في كل الأحوال احنا ضد أي عنف سواء من الرجل للمرأة أو من المرأة للرجل أكيد يعني. فيعني احنا ضد كل اشكال العنف ايا كان، حتى من راجل لراجل ومن ست لست، يعني كل اشكال العنف احنا ضد. لكن هنا حضرتك ذكرت فكره العنف من الراجل ضد المراه، اعتقد هو ده المعني يعني بموضوعنا. الراجل اللي بيعمل ده الحقيقه هو عنده مشكله في رجولته، لان الراجل الحقيقي هو اللي يحتضن، هو اللي يحتوي، هو اللي يطبطب، مش اللي يفرض عضلاته على واحدة ست خالص. فده يعني بل بالعكس هو كده بيبقى يعني بيؤكد ان هو عنده انتقاص في رجولته، بيحاول ان هو يعوضه بعضلاته. لكن الراجل الحقيقي عمره ما هيتعامل مع المرأة بشكل يعني يسيء لها، لان ده كمان بيسيء له هو قبل ما بيسيء للست. الاغتصاب الزوجي كأحد مظاهر العنف ضد المرأة، الاغتصاب الزوجي ده الفترة الأخيرة ابتدى يظهر عليه الضوء، يعني احنا ما كناش بنسمع عنه، ابتدى دلوقتي نشوفه في مسلسل بيجيب سيرته، بنشوفه في حوار في الإعلام. القصة دي كانت مسكوتة عنها، شايفاها ازاي؟ طيب بصي، لعبة نيوتن يعني فجر الموضوع. طبعا ده موجود، بس احنا مثلا في المجلس القومي للمرأة ما بيجيلناش شكاوي تحت عنوان اغتصاب زوجي خالص، لكن بيجيلنا طبعا مشاكل كتيرة عنف ضد المرأة. انا من وجهة نظري المتواضعة جدا يعني، وهنا هتكلم كواحدة عايشة في هذا المجتمع بسمع وبشوف كده، اللي بتتعرض لشكل من اشكال الاغتصاب الزوجي هي بتبقى معنفة، فما بتذكرش ده باعتباره ان هو يعني هي عندها مصيبة اكبر وعندها هم اكبر. يعني واحدة جرحت كرامتها واتخدشت ويعني تم الإساءة بيها والتعرض ليها ممكن لفظا وجسديا كمان بالاعتداء، فده بيخليها ان هي عندها حالة من يعني مش بتذكر ده، هي اوريدي عندها الاكبر من ده، يعني هي بتذكر الاكبر من ده. الحاجة التانية ان مش كل الناس بتتعامل مع فكرة الاغتصاب الزوجي، يعني هي موجودة بس هي ما هياش كتيرة لدرجة ان احنا نقول ان هي ظاهرة او ان هي يعني حالة، لكن موجودة بالتأكيد. يعني في واحد ممكن هو يعتدي على مراته بعد كده. طب شايفة ان لازم يكون في عقوبة للاغتصاب الزوجي مثلا ولا بصي هي يعني صعب. ايوه ما انا فاهمة، ما هو عنف طبعا، بس بصي هو صعب صعب جدا اثباته. يعني هي للاسف لان هي يعني علاقه المفروض اساسها الموده والرحمه، فعلشان خاطر تتحول لشيء من العنف والكراهيه واغتصاب زوجي، يعني موضوع شائك جدا وشديد الحساسيه وصعب اثباته يعني. ولكن اما بتبقى واحده يعني تعرضت يعني اعتداء جسدي بكل الاشكال، فخلاص اصبح وارد ان يكون يعني انها تكون تعرضت ل يعني قهر حتى في هذه العلاقه يعني.